طيب النهارده الحقيقة وبخصوص أبو جبل وعصام الحضري إيه؟ ده سؤال حلو جدا. انا لسه كنت على تواصل مع الحضري وابو جبل الاثنين. عايز اقول لك انتوا عارفين الحضري لما كان لعيب كوره لما كان بيقعد على الدكه ما كانش بيستحمل مكانك بقى، ده حقيقي. لما هو النهارده مدير فني وهو لاعب وطني جدا من اللعيبه الوطنيه اللي بتحب بلدها بجنون زي صحيح عصام طبعا. الحضري، قاعد في مصر كل يوم بيكلم كابتن وائل جمعه، انا كويس، انا ما عنديش كحه، انا ما عنديش اعراض، انا عايز انضم للمعسكر، عايز اكون موجود. وكذلك محمد ابو جبل، لكن برضه لازم نعطي الكابتن طارق سليمان مدرب الحراس حقه. الحقيقه الراجل عامل مجهود خرافي داخل المعسكر مع الثلاث حراس الشناوي وصبحي ومحمود جاب. وعايز اقول لكم انه كابتن طارق بيتعامل مع الثلاث حراس معامله واحده، عشان احنا الكورونا ممكن تفاجئنا باي حاجه. يعني صحيح. محمود جاب لو في لحظه الحارس الثالث في لحظه اتطلب منه يبقى اساسي بواحده من اقوى مباريات البطوله هيكون جاهز وهيشاركه بقوه، وهي دي الميزه اللي موجوده جوه معسكر منتخبنا الوطني الحقيقي. يعني مفيش لسه اي تطورات عن نتيجه المسحه، او مفيش المسحه ما تحولتش لسلبيه بخصوص ابو جبل والحضري، لسه زي ما هي ايجابيه. حتى الان لسه ما زالت ايجابيه، لكن يعني من المتوقع باذن الله من خلال التقارير الطبيه انها خلال 48 ساعه ان شاء الله هتتحول لمسحه سلبيه، وده لو حصل هينضموا على طول لمعسكر منتخبنا الوطني باذن الله. ان شاء الله باذن الله نشوفهم معانا.